في حدود هذا الوطن يتناوب أبطال السلاح الهندسي التابع لهيئة الحشد الشعبي على حماية الوطن من الأعداء والمتربصين، يسهرون الليالي الطوال متحملين قساوة المناخ ومخاطر الإرهاب وغضب الطبيعة، لكن رغم كل ذلك تجد همهم الأول والأخير هو خدمة الوطن والتضحية بالروح قبل كل شيء ذودا ودفاعا عن أمن العراق. إنهم ببساطة جنود وعساكر هذا الوطن الذين نذروا أرواحهم من أجل حماية الأرض والمقدسات، وأكبر دليل هو المشروع الوطني الذي من شأنه حماية محافظات الفرات الأوسط، والذي لا يزال فيه العمل مستمرا حتى هذه اللحظة. حاليا قاعد نقوم بعمل ساتر على طريق من 160 على انخيب، يعني تخليص العراق منها الشرذمة هاي مال الدواعش، وان شاء الله مستمرين للقضاء عليهم لاخر واحد منهم. يعني ان شاء الله اليوم تارك عائلتك؟ تارك عائلتي والله العظيم، انا طالع من امس بال11 بالليل من عائلتي من السماء وجاي لهنا على مود انطلبت للواجب، وجينا ننفذ قطعنا جائزنا وجينا على مود، ونحن نحضر للوطن باي لحظه. مستعدين باي لحظه، هاي الشيء مستعدنا ان شاء الله باي لحظه، باي لحظه وباي مكان وباي موقف ندخل، وما ما عندنا اي مانع. لا طائفه ولا لا 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 لا، ما عندنا هيك سوالف، احنا كل احنا اخوه، ماكو عندنا فرق بين سنه وشيعه، احنا هسه قاعد عايفين عوائلنا وقاعد نحمي اهل الانبار، ما قاعد نحمي اهل السماوه او اهل البصره او اهل الناصريه، ما عندنا هيك هاي الحكي هذا. هاي الشيء زرعوه شراذم من خارج البلد، زرعوه لمود فتنه ويردون يخلخلون اقتصاد البلد، ويعني يدخلونا بدوامه سياسيه لاغراض معروفه للجميع، يعني ناس انغاضت من العراق من التطور والتقدم ماله، طلعوا له هاي الشرذمه بحيث ينهار الاقتصاد ويبقون هم الفوق وانت تبقى جو. بس انت جبتهم من المرصاد. احنا كنا لهم مرصاد، والفضل لله والفتوى السيد السيستاني دام ظله ان شاء الله، ولجهد سيد مهدي المهندس والحجي ابو علي الكوفي والسيد المدير ابو علي ذو الفقار، يعني ذول ما قصروا، يعني يشتغلون ليل ونهار وي مقاتلينهم بالخطوط الاماميه. زرعوا في تراب الوطن الغالي اشجار عطاء روها بحبات عرقهم، فشمخت بعنفوان لتعانق شمس الكرامه، وتجذرت بثبات لتقاوم هوج الاعاصير، ونمت في ظلالها ورود الحرية التي يفوح منها عبق الشهادة وعطر الانتصار. إنهم رجال الهندسة العسكرية الذين عانقوا بهاماتهم الشامخة قمم المجد، وسطروا في سفر التاريخ صفحات مشرقة تقود الأجيال إلى درب البطولة والتضحية والفداء، ليسيروا عليها بخطى واثقة نحو تحقيق النصر والتحرير.